دكتور يا دكتور. شوقي بقول لك زود كرتونتين رز و... رز ايه يا دكتور؟ حضرتك في الفيلا مش في البلد. وانا نوسة. اصحى بقى الله يهديك. ايه يا بت يا نوسة؟ انت حمارة يا بت، مش عايز انام في اوضتي. الله، انا مش بصحي حضرتك علشان تنام في الاوضة. امال في ايه؟ اصل في ناس بلد. حضرتك الدكتور سليمان العريني؟ بنت حضرتك اسمها شهد؟ ايوه شهد بنتي. خير حاكمي؟ احنا مباحث يا دكتور، ومعانا امر بالقبض على بنت حضرتك شهد سليمان العريني. يا لهوي، ايه تقبض على بنتي انا؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ جريمة قتل عمد. ايه؟ يا نهار اسود، ايه اللي انت بتقوله ده يا سليمان؟ قتل ايه وظابط ايه ومال شهد ومال التخاريف اللي انت بتقولها دي؟ سليمان، انت بتكلمني وانت فايق ولا نايم زي عوايدك؟ مش ممكن، ما هو اكيد في حاجه غلط. طب شهد فين دلوقتي؟ يا شاهيناز انا اللي بسالك، شهد فين دلوقتي؟ يا ستي مش موجوده وتليفونها مقفول. عند مين؟ امنيه مين دي؟ طب ما تعرفيش فين عنوانها امنيه دي؟ لا معرفش العنوان بالظبط. هي اتصلت بيا امبارح بالليل واستأذنتني. سليمان انت في حاجة في مخك؟ هو ده وقت نتحاسب فيه على كلام زي ده؟ طب اقفل اقفل بقى، انا جايلك دلوقتي. قالت لك عنوان صاحبتها ده فين بالظبط؟ ما تعرفش العنوان. طب رقم تليفون البيت، الموبايل؟ ما تعرفهمش. طب تسمح لنا بقى نفتش اوضتها؟ لا ما اسمحش لحضرتك. لو حضرتك معاك اذن نيابه اتفضل فتش ان شاء الله هدومي، غير كده انا اسف. يا دكتور انا عايز مصلحه حضرتك، انت اللي لازم توصل لها الاول وتجيبها قبل الامور ما تتعقد، وحاول تشوف لنا طريقه نوصل لصاحبتها دي بسرعه. والله زي ما بقول لك كده يا بنتي. وبعدين هو انا يعني هسيح له ليه؟ ايه عايز اعمله دعايه واجيب له زباين باخد منه كوميشن مثلا؟ مفيش حاجه اسمها كده يا مون. يعني ايه يقرا المستقبل ويعرف اللي في جيبك ويشوف احلامك والكلام العبيط ده ليه؟ يعني نبي يعني ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الزحمه دي؟ هدي شويه كده يا شهد. دي حادثه دي ولا ايه؟ لا أبيض. طبعا مش حادثه، اكيد مش حادثه. عارفه ده ايه؟ ده لعنه الشيخ حسان عليا وعليكي علشان تبقي تقوحيني يا فلحه. بيخرب بيتك، هنروح في داهيه بسبب جهلك ده. عدى عدى محمود بيه، وقف العربية الحمراء التانية اللي ورا دي. الرخص والبطايق. بطايق؟ ليه بطايق؟ وحضرتك ظابط مرور ولا مباحث؟ واحنا هنهزر؟ رخصتك ورخصة العربية والبطايق. طيب اوكي خلاص. رخصتك انت كمان يا اموره. ايه ده انا كمان؟ هو في ايه؟ انا امبيت هنا النهارده ولا ايه؟ حاضر ثواني حضرتك. في ايه يا شهد؟ مش عارف البورتوفيه كان هنا، مش عارفه راح فين. ده كمان ما هو كان معاكي واحنا نازلين من الفيلا. يكون نسيته في الاستوديو. هو ده اللي حصل فعلا. مش دي برضو بطاقه شهد بنت سعادتك ورخصتها ورخصه العربيه؟ مظبوط، بس هو سيادتك شايف ان ده دليل كافي لاتهامها بجريمه بشعه زي دي؟ وارد جدا انها تكون في زياره لاي واحده من صاحباتها في نفس العماره، ولما شافت استوديو فؤاد عوني حبت انها تتعرف عليه مثلا. يعني اصل شهد بتحب الموسيقى جدا، واكيد واكيد دخلت تاخد منه اوتوجراف فوقعت منها المحفظه من غير ما تحس. ترتيب منطقي جدا على فكره. يا دكتورة، شهد بنت سعادتك كانت في استوديو فؤاد عوني من الساعة 10:30 بالليل لحد الساعة 3 صباحا، وهي آخر واحدة خرجت من الاستوديو لحد ما تم اكتشاف الجريمة. مش ممكن، مستحيل بنتي تقعد الفترة دي كلها مع راجل غريب وفي وقت متأخر زي ده، مستحيل. مستحيل بالنسبة لحضرتك وللدكتور سليمان، لأنها بنتك الوحيدة، ومستحيل تشكوا في تصرفاتها.
لكن شهد بالنسبة لي متهمة في جناية قتل وجيالي بوقائع ثابتة ومؤكدة. يلا يا اختي يلا. ايدي ايدي بقول لك هو ايه اللي بيحصل ده؟ انت تشيل نفسك جايب واحده من كباريه؟ اوعى. بقول لك ايه، انا مستحمل غلاستك والقرعانه اللي انت فيها دي من الصبح عشان التعليمات والاوامر اللي عندي، لكن كلمه زياده ورحمه امي يبقى فيه تعليمات والاوامر. لا وعلى ايه تعصب نفسك يا حضره الظابط؟ وعلى ايه ما تفش غلك وتسكعها قلمين وتشعلها في التخشيبه؟ بابا الحقني يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي. بابا انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، تخيل كل ده عشان وقفت في ايه ده؟ كلام شد، كلام شد من غير اذن النيابه وامر ضبط. هي دي حمايه الحريات الشخصيه وكرامه المواطن المصري والشعارات اللي خوضتونا بيها ليل نهار. ايه يا هيثم دي في ايه؟ دي مش هيثم يا عماد بيه، دي مهزله. يكون في علمك يا عماد بيه انا مش هستنى تحيات النيابه في الكلام الفارغ وفي التخاريف اللي انا لسه سامعها دي. انا هاخد بنتي من ايدها دلوقتي اهو وهطلع بيها على تفتيش الداخليه، وإذا أنا ما كنتش هاخد حقي منهم هناك هعرف آخد حقي كويس قوي من مكتب الوزير. مش مستاهلة كل ده يا دكتور سليمان. فك يا ابن الحديد ده، وبعد كده مش عايز حد يتصرف من دماغه. هدي نفسك شوية يا دكتور، دي جريمة قتل وليها إجراءاتها مش محضر تحري. قتل؟ لا يا عماد إيه؟ قصدي حضرتك دي قضية رأي عام مش جريمة قتل. ما هو لو التجديد ده والإجراءات السريعة دي كلها علشان الجهات الأمنية غيورة قوي على أرواح المواطنين الأبرياء وبتشتغل بالهمة العظيمة دي، مع غفير اندمع على باب مصنع ولا بنت غلبانة بتسرع على الرصيفة مولعات ودهسها عيل سكران بعربية أمه، أنا كنت قطعت لساني، كنت ضربت لكم تعظيم سلام حتى لو كانت بنتي هي المتهمة الوحيدة في الجريمة. إنما تقتحموا بيوت الناس وتطلبوا انكم تفتشوها من غير اذن النيابه وتنصبوا كمائن وتجرجروا بنتي في الشوارع بكلبسات السوابق والمجرمين علشان انتوا خايفين من دوشه الصحافه لمجرد ان اللي اتقتل واحد مشهور زي فؤاد عوني. ده يا عماد بيه ما يبقاش اسمه حرص على العداله، ده يبقى اسمه كلب 600 مكيال، وانا مش هسكت على الكلام الفارغ ده. انت قلت ايه؟ هو اللي اتقتل فؤاد عوني؟ وبمعاينة الغرفة الداخلية تبين احتوائها على عدد 2 كنبة سوداء و4 مقاعد جلدية ومنضدة خشبية بني، والغرفة مصمتة الجدران خالية من أي نوافذ أو مطلات خارجية. ولا توجد ثمة معالم تكشف عن أي محاولة للسرقة. ارفعوا لي البصمات اللي جوه بسرعة. حاضر يا فندم. بتطول. نيابة جاية. وصل النيابة. معايا يا محمود؟ معاك يا ريس. وبمناظرة جثة المجني علي والملقاة في منتصف الغرفة تبين ارتداءه قميص بيج كتان وبنطال جينز أزرق، وبه إصابة بجرح غائر أسفل الصدر، ولا توجد آثار واضحة للعنف أو المقاومة على المظهر الخارجي للجثة. خد الكروك يا محمود. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. هات القهوة وشوف عماد بيه يشرب ايه بسرعة. شاي كشري وخلي الواد والنبي يلقموا كويس عليه. تحت امرك يا عماد بيه. طب انا اروح اظبط نفسي بسرعة واجيب ورق التحقيق وباقي الشغل واجي المعلم. 10 دقايق مفيش غيرهم يا حودة. اديك شايف بنفسك الدنيا مقلوبة بره ازاي. اقل من كده يا ريس. ايوه يا ريس صباح الفل. انت رايحة النهاردة مش كده؟
طيب هنستأذنك في المكتب بتاعك عشان في ناس جايين في قضية فؤاد عوني، مش هينفع أوقفهم مع المحاضر اللي في الطرقة دي. أوكي تمام. افتح مكتب هشام بيه ودخل الناس اللي جايين مع الدكتور سليمان في قضية القتل. تحت أمرك يا طارق بيه. قلت لك لازم تهدي اعصابك ترتاح عشان تعرفي ترتبي افكارك وما تغلطيش في الكلام. ارتب ايه واتكلم عن ايه يا مامي؟ يا مامي انت بتكلميني كاني عملت كده فعلا ومستنيه اي حد يساعدني عشان ما يثبتوش عليا حاجه. والله العظيم والله العظيم هو انا اللي بحقق معاكي عشان تقعدي تحلفي لي؟ نفذي اللي بقولك عليه من سكات لحد ما تشوف حل في المصيبه اللي وقعتينا فيها دي. ايوه يا شريف انت فين؟ رئيس النيابة دخل مكتبه من شوية وهبتدي التحقيق في أي لحظة. هو أنا هلاقيها منك ولا من المحامي اللي حبكت معايا سافر فرنسا ده كمان؟ طب بسرعة لو سمحت. لا أنا هطلع لك بره. بابا بابا هو انت ما بتتكلمش معايا ليه؟ احنا من ساعة ما مشينا من الاسم وانت ساكت ومش عايز تتكلم معايا. حلوة اللي انت لابساها ده، أول مرة أشوفه عليك. حلوة اللي أنا لابساها؟ إيه يا بابا اللي أنت بتقوله ده؟ يا بابا أنا محتاجة لك، أنا محتاجة أحس إن أنت دلوقتي بس محتاجة لي يا شاب. وحيث رأينا إعادة فتح المحضر حال عودتنا إلى سرايا النيابة بعد معاينة موقع الحادث ومناظرة جثة المجني عليه، وبمناسبة تواجد الشاهد سعد عبد الحميد التهامي بسرايا النيابة، دعوناه داخل غرفة التحقيق وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب. كمل البيانات يا محمود. حاضر رئيس. ساكن فيها عم سعد؟ ساكن في العمارة 291 شارع دمشق. المهندسين يا باشا. مهندسين؟ قصدي يعني في الأوضة اللي تحت العمارة 291 اللي اتقتل فيها الأستاذ فهد. الله يرحمك يا أستاذ فهد يا طيب يا بيه. يا ولدي عليك يا حبيبي يا أستاذ فهد. أنت أصلاً يا باشا البواب بتاع العمارة دي وساكن فيها أنا وعيالي من 15 سنة، ما عمرنا شفنا ولا سمعنا حاجة زي كده. خلاص يا عم سعد هنبقى ندردش في الحكاية دي بعدين. حاضر حاضر يا باشا. أنت قلت في محضر الشرطة إنك أول واحد استقبلت الأنسة شهد وصاحبتها أول ما وصلوا العمارة ودلتهم على مكان الاستوديو. تمام كده سعد. وفي آخر الليل شفت الأنسة شهد وهي نازلة لوحدها بتجري على السلم. أو النعم هو ده اللي حصل. طب وهي نازلة بقى بتجري على السلم ما لاحظتش عليها أي حاجة غريبة؟ مخضوضة متلهوجة بتتلفت حواليها مثلا؟ حالها يا باشا حالها كان مجلوب على الآخر، شعرها عدم المؤاخذة كان مغبر كده، عينها كانت زايغة وشها غرقان في العايد. وعملت ايه بقى لما شفتها في الحالة الغريبة دي؟ اعمل ايه يا باشا؟ قلت استغفر الله العظيم، واللي جه على بالي يعني انه عدم المؤاخذة، بس الاستاذ فؤاد الله يرحمه بقى يعني كان شجع حبتين. فهمت. ورجعت اوضتك على طول يا عم سعد؟ مش على طول جوي يعني، قعدت على البوابة خمسة كده وعفرت سجارتين.
ورجعت اوضتك ونمت. حاولت وكتاب الله المجيد حاولت يا باشا اكتر من ساعه ونص وانا عمال افرك في فرشتي وتجيلي بيمين وتجيلي بشمال زي عدم المؤاخذه الفرخه المشويه، انما ايه يا سعاده الباشا مستحيل مستحيل انا عسابتك. ليه يا عم سعد؟ الجلج يا باشا، وساوس عماله تاكل في عب زي فران الغيط عدم المؤاخذه. من جهه بفكر في المزمزيل اللي نزلت على ملا وشها دي بخلاف صاحبتها اللي نزلت قبل منها بيامه، ومن جهه تانية مستعجب جوي جوي من الاستاذ فؤاد. ومستعجب منه ليه؟ اصل عدم المغزى يا باشي، الاستاذ فؤاد كان خلق حبتين وطلباته ما بتخلص، والليله اللي بيسهر فيها الوش الصبح بتبقى ليله سدى عليا اني مسافه السكرتيره بتاعته ما تنزل هي والفراش يستلمنا انا بقى اشي سجاير على كارت محمول حاجه ساجعه ما بقعدش على حيله يا باشا، ومش بعاده يعني يقطع الخنس كده مره واحده. يبقى لي حاجه استعجب ولا لا يا باشا؟ لا يبقى لك. طب وفي التوقيت ده بقى يا عم سعد ما لاحظتش اي حاجه غريبه؟ وقت ايه؟ الساعة ونص اللي انت قعدت تفرك فيهم على السرير زي الفرخة المشوية ما لاحظتش اي حاجة غريبة؟ صوت رجل طالع على السلم، عربية بتركن قدام العمارة مثلا. طب داني سعادتك لو سمعت حاجة زي كده هتنف مطرحي ولا هسكت؟ يا باشا شغلتنا دي خطرة قوي قوي قوي، الواحد لازم تكون عينيه مفنجلة ودانه بتسمع الهوى. وبعدين يا باشا احنا كنا في وقت وخر قوي، لو سعادتك ترمي الإبرة فيها ترن. بس أنا أيوة أنا افتكرت حاجة حالا أهو. حاجة إيه؟ لما الفكر شد علي قلت ما بنتهاش بقى، لازم انا اطلع طول طل على الراجل واطمن بنفسي. خرجت من الاوضه وامنت على المدخل وبصيت بصه كده نواحي البوابه، ورحت على الاسانسير وركبته وطلعت على دور المرحوم. ولما وصلت لقيت باب الاستوديو مفتوح، انفجعت. ايه اللي هيسيبه مفتوح لحد الساعه دي؟ ما عمراش حصلت ابدا. وما دخلت الريسبشن لقيت الباب الجواني بتاع الاستاذ برضك مفتوح. خفت اخش له غشم كده من غير استئذان، لا يهب فيا زي عوايده ويسبخني بكلمتين. ناديت عليه يا باشا يا فؤاد باشا، ما ردش. وانا واقف لمحت بوك حريمي واقع على الارض، ولما فتحته لقيت فلوس وكروت وبطايق وحاجات كتير كده، وصورة للمزمزيل الحلوة اللي اسمها شاهد دي. قلت بس اهي دي حاجة كويسة قوي ندخله بيه. ولما دخلت يا ريتني ما دخلت، لقيت واجع وممدد على الأرض وغرجان في دمه يا وانتهى. غريبة، والحكاية دي أول مرة تحصل ولا اتكررت قبل كده؟ لا يا فندم، كانت بتحصل كتير جدا ومع ناس أهم من نادر سمارة بكتير، وكل الوسط الفني عارف عنه الطبع ده. يعني بيبقى كويس وزي الفل وفجأة كده يهب في ضيوفه ويطردهم من المكتب؟ ويشتم ويقول ألفاظ خارجة، بس في الحقيقة ما كانش حد بيزعل منه خالص لأنهم متعودين على أسلوبه ده، وكمان كانوا عارفين ان هو بيصفى بسرعه ويرجع ويصالحهم ويقول لهم كلام لايق جدا. حتى اللي كان بيمشي كان بيرجع تاني عشان محتاج له. البواب بيقول ان شاهد العريني كانت تايهه وما تعرفش العنوان لما جات لكم امبارح بالليل.
هي فعلا قالت لي كده. ده معناها انها اول مره تيجي فيها الاستوديو. اول مره تيجي الاستوديو واول مره تقابل الاستاذ الله يرحمه، بدليل ان هو لما شافها ما عرفهاش، وهو بس وافق يقابلها عشان كانت جايه بتوصيه من الشيخ حسان عشان يسمع صوتها. مين الشيخ حسان ده؟ شيخ طريقه كده من دمنهور، الاستاذ كان بيتبارك بيه. بيتبارك بيه؟ اه. طب تفتكري واحدة زي شهد إيه اللي ممكن يدفعها إنها تقتل راجل ملحن مشهور؟ كان ممكن يديها فرصة كبيرة عشان تغني وفي أول مرة تشوفه فيها. معرفش، يمكن تكون مزوقة من أي حد عليه وعملت الفيلم ده عشان تدخله وتنفرد بيه. مش غريب التفسير ده شوية يا هويدا؟ أنا ممكن أقبله لو كنا بنتكلم عن بنت محتاجة قرشين أو واحدة من بتوع الآداب مثلا، إنما طالبة في الجامعة الأمريكية وبنت جراح كبير زي سليمان العريني. يا فندم أنا قلت رأيي لحضرتك بناء على اللي أنا شفته، لكن أنا مش بتهمها ولا حتى متأكدة من الرأي ده. اللي أنت شفتيه إزاي؟ هو انت عندك حاجة جديدة غير انها اخر واحدة نزلت من عنده قبل ما سعد يطلع ويكتشف اللي حصل؟ لا حضرتك، ده مجرد احساس، يعني ان هي تصير ان هي تقابل الاستاذ رغم ان هو اتأخر كتير جدا في البروفة، وموضوع صاحبتها ده جت وقعدت ومشيت بدون اي اسباب. الموضوع كده كله على بعضه ما ريحنيش انا شخصيا. منطق برضو. انت بقالك كام سنه بتشتغلي مع الاستاذ فؤاد يا هويدا؟ 5 سنين حضرتك. 5 سنين سكرتيره شخصيه ومديره اعماله، متهيألي دي مده كافيه قوي تخليكي تعرفي عنه تفاصيل كتير وعن حياته الخاصه. يعني في حدود شغلي. الاستاذ كان غامض جدا وفي اسرار كتير في حياته ومحدش كان يعرفها عنه. لكن في حاجه واحده بس صعب قوي تفوت على اي سكرتيره، خصوصا لو كانت لماحة زيك. حاجتي يا فندم. الستات، العلاقات النسائية، وأنا عايزك بقى يا هويدا تساعديني في النقطة دي. عايز أفتح كتاب المرحوم وأعرف إيه اللي مكتوب بالظبط في صفحة الستات. لا طبعا سعادتك، أنا أمرت بتشريح الجثة وكلفت مندوب يجيب لي التقرير المبدئي النهاردة، لسه بنسأل الشهود. هو الحقيقة الموقف مش واضح لحد دلوقتي، لكن إن شاء الله هنوصل. لا هبلغ معاليك فورا. تحت أمر سعادتك يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. يا الله. مش ممكن. إيه ده يا محمود؟ أنا هقضي اليوم كله تليفونات؟ ده لو قضية أمن دولة مش هيحصل فيها كده. الله كريم. تحت امرك يا باشا. هات لي يا ابني الانسه شاهد العريني. الانسه شاهد العريني. ايه ده يا انسه شاهد؟ ايه ده كله؟ 5 محامين؟ لا يا فندم، 3 بس. انا الدكتورة شاهيناز رستم والدة شهد، واخويا المهندس شريف. وانا طارق الشاذلي رئيس النيابة، ويشرفني جدا ان اتعرف عليكم بشكل ودي وفي ظرف احسن من كده، لكن دي جلسة تحقيق غير مسموح فيها بالتواجد العائلي. ايوه يا فندم، بس بنتي اعصابها تعبانة جدا، بقالنا 2 ساعة بنديها في مهدئات، مش هيجرى حاجة لما نحضر معاها، وعشان كمان لو حصل. آسف يا دكتورة، القانون أصله جامد شوية، ما بيعملش حساب للعواطف الإنسانية. أنا دخلت حضراتكم في أوضة منفصلة عشان ما ينفعش تختلطوا بالمجرمين وأصحاب السوابق، ما أقدرش أقدم استثناءات أكتر من كده. وإحنا طبعا بنشكر حضرتك على ذوقك، لكن خلاص يا دكتورة،
طارق بيه عنده حق. يلا بينا. يلا يا دكتورة. كرنهاتكم يا أسد. لا مؤاخذة طارق بيه، سعادتك طبعا مقدر القلق اللي هما فيه. لا ابدا مفيش مشكله، اتفضلوا استريحوا. اقعدي يا شاه. اثبت حضور الاساتذه وخد البيانات. حاضر يا ريس. انت صحيح كنت بتاخدي معدات بره يا شاه؟ ايوه، اصل اللي حصل كان كتير قوي عليا وانا لحد دلوقتي مش قادر استوعبه. لا 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 مش هينفع، احنا عايزينك اجمد من كده شويه. امال هتعملي ايه بقى لما امر بحبسك 4 ايام؟ حبس؟ حبس لي حضرتك؟ انا ما عملتلوش حاجه، انا ما جيتش جنبه. اهدي بس، اهدي اهدي. بصي كده المحامين وراكي بيضحكوا اهم. انت ايه، ما تعرفيش اي حاجه عن الهزار او الاشتغاله زي ما بيقولوا في الجامعه؟ يا فندم انا اول مره في حياتي اتحط في موقف زي ده، وعمري في حياتي ما كنت اتوقع اني بقول لك ايه. انا ريقي نشف من كتر المناهده في التحقيقات. ايه رايك ناخد كلنا طقم ليمون فريش؟ على الاقل احسن من المهدئات بتاعت ماما. لا مش احسن طبعا، كان لازم يا علاء تروح بنفسك. يا سلام، ومن امتى واحنا بنبعت مقاول في مشوار زي ده لوحده؟ مش مهم منقصه الاسكان دلوقتي، اي حد يروح يجيب كراسه شروط، وانت بكره ولا بعده ابقى روح وظبط الناس اللي هناك. مش عارف حاجة امتى. يلا لو في جديد كلمني. سلام. وبعدين يا شريف، انا مش مرتاحه للراجل اللي جوه ده، حاسه كده انه عدواني واخد موقف غبي من اولها. بعدين هو فاكر نفسه ايه بالظبط عشان يتكلم معانا بالغرور والعنطضه دي كلها؟ يعني نعمل له ايه يا شاهي؟ هو موظف صغير هنتنطط عليه؟ ده رئيس نيابه. ان شاء الله يكون مستشار، مفيش حد في البلد دي ملوش كبير. لا يا شريف، لا انا لازم اعمل حاجه، وانا مش هستنى لحد ما الاقي بنتي طالعه من مكتبه على سجن النساء. اهو يا نجوى، دكتوره شاهينة واقفه هناك اهي. طب خلاص بقى يا دكتور، انا هنزل استنى حضرتك تحت لحد ما تطمني على الدكتور سليمان. ايه اللي بتقوليه ده يا نجوى؟ هو انت جايه معايا المشوار ده كله عشان تستنيني في الشارع؟ معلش والنبي يا دكتوره، اصل حضرتك لسه ما تعرفيش الست دي كويس. كفايه والنبي اللي حصل امبارح، بيزاداني بقى بهدله وقله قيمه. لا طبعا، انت بتفكري ازاي؟ اللي حصل امبارح كوم وظروف النهارده كوم تاني خالص، فانا هقول هتحرجك كنت جايه تطمني عليهم. والنبي انت قلبك ابيض ابيض قوي زياده عن اللزوم. ده قليل ما اعتبرتش مديتي دي شماته وفش غل بعد الكلمتين اللي سممت بدني بيهم امبارح. للدرجه دي؟ والنبي يا دكتوره اسكتي وما تفتحينيش. طب وربنا؟ شوفي ربنا، انا لولا غلاوه الدكتور سليمان في قلبي وربنا ما كنت وريتهم وشي تاني. بقى في حد في الدنيا يصدق ان الراجل اللي زي النسمه ده يعيش مع الحيزبونه دي تحت سقف واحد؟ يا رب والنبي وحياه حبيبك النبي يتصبروا عليها يتخلصوا منها. اسف عليا عبيطه انت، انا كويس بتلاقيش. اوه انا كويس، انا كويس. ما قلتلك كويس بقى، انت هتقليني على نفسي ولا ايه؟ انا بس زي ما تقولي كده النوم هجم عليا وخدني على اخوانا. اوه اديني شويه ميه يا حبيبتي. حاضر حاضر. استني شويه بطه هروح اطمن على شهد وكيلك. انا لسه سالت الدكتوره من شويه وقالت لي انها دخلت لرئيس النيابه ولسه ما خرجتش. ليه؟ هي الساعه كام دلوقتي؟
ايه ده معقولة؟ يعني شفتوا كل الكوابيس دي في 5 دقايق بس؟ وانت ايه اللي جابك اصلا يا بنت انت؟ انت يا بنت لحقتي تريحي جسمك من العلقة بتاعت امبارح؟ يلا امشي روحي، انا هكلم عزة السواق علشان انا مش همشي من هنا يا دكتور قبل ما شاهدة تخرج من هنا واشوف حضرتك مروح معاها. انا متأكدة والله انها بريئة ومستحيل تعمل حاجة زي كده ابدا. دعيلها فاطمة، دعيلها من قلبك. يا سعشة يا شوية ومطيورة. بس روحها صافية والله وقلبها حلو. والله العظيم ده اللي حصل. هو مش حضرتك سألت موني، قصدي يعني أمنية، وقالت لحضرتك نفس الكلام؟ آه فكرتيني يا شهد، بمناسبة أمنية، أنت تعرفتي على البنت دي إمتى؟ من سنة تقريباً. وتعرفتي عليها فين؟ اتعرفت عليها في الكوليدج، كنا طالعين رحلة لتركيا وكانت هي الروميت بتاعتي، اتعرفنا على بعض هناك. في خلال السنة دي ما لاحظتيش أي حاجة غريبة عليها؟ أسلوب حياتها، الناس اللي حواليها؟ لا خالص، هي ممكن تكون مهيبرة شوية، أنا قصدي يعني إن هي. فهمتك. هو حضرتك شاكك في أمنية في حاجة؟ أنا لو ما شكتش في أي حاجة وفي أي حد مش هعرف أشتغل يوم واحد في الشغلانة دي يا أنسة شهد. طيب هو الشك ده لسه موجود بالنسبة لي؟ امضي على أقوالك يا أنسة شهد. اسمك سلسي. شكرا. طلباتكم يا اساتذه. اتفضل يا استاذ خير. سعادتك احنا بندفع ببطلان اجراءات القبض لانه تم بدون اذن قضائي وفي غير حالات التلبس، وعليه سعاده الرئيس بنطلب إخلاء سبيل الأنسة شهد وبدون أي ضمانات. وعند حضرتك فكرة طبعا أن النيابة ليها الحق في حجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات النهائية. أيوة سعادة الرئيس، بس لو حتى في حالة بطلان الإجراءات وعدم وجود أدلة كافية. خلاص يا محمود؟ تمام يا رئيس. أقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم في تاريخه، وحيث بلغت الساعة 4:30 مساء قررنا الآتي. أقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم في تاريخه، وحيث بلغت الساعة 4:30 مساء قررنا الآتي. أولا تطلب تحريات المباحث النهائية وكذا تقرير المعمل الجنائي. ثانيا يستدعى عماد عبد الله رئيس المباحث بجلسة باكر. ثالثا يخلى سبيل الأنسة شهد سليمان العريني من سرايا النيابة. خرجت يا دكتور، شهد خرجت. خرجت من التحقيق؟ خرجت خالص يا دكتور، النيابة أفرجت عنها. بجد؟ أيوة بجد. بجد. الحمد لله وشكر لك. انت يا بنت انت دعوتك دعوه ملائكه يا بنت، عروبه انت. انا من هنا ورايح اخدك معايا في كل مصيبه. يا دكتور ده قلبك الطيب مش دعوتي ولا حاجه. والبنت بنت اللذينه دي ما جتش تفرحني ليه؟ غصب عني يا ماما، انت ما تتصوريش اني كنت متوتره ازاي. خلاص يا شهد خلاص، مش وقت الكلام ده بقى. بقول لك يا بنت خايف، هو مش معنى ان احنا سايبينها من سرايا النيابه يا نهار اسود يا الحق يا شريف. انا شهد على اسمك ممكن نعرف تعقيبك على قرار الافراج بدون كفاله؟ تعقيب على ايه بس يا استاذه؟ ما الحكايه واضحه زي الشمس، هي مش محتاجه اي تعقيب، ده مجرد لبس بسيط وهينتهي ان شاء الله. ايوه يا استاذ خيري، بس احنا سمعنا الحاجه يا جماعه لو سمحتوا
مش معقول كده. احنا قلنا لكم ان شادي ملهاش اي علاقه بالقضيه دي، ويكون في علمكم اي حد هيكتب كلمه سيء لسمعه بنتي انا هديه مليون جنيه. ايوه يا دكتوره، بس احنا من حقنا نعرف اذا كان. يلا يا شادي بقى خلينا نخلص. يلا يا شادي احنا واقفين كده ليه؟ فيني خلوه انا مش شايفه. اوكي دلوقتي مش شايفه اللي احنا فيه. يلا يا جماعه وسعوا. مشوا ازاي؟ قصدي مشوا امتى؟ ما بقالهمش 10 دقايق، اول ما خرجوا من عن طريق بيه مشوا على طول. يبقى اكيد ما لحقوش يخرجوا من المحكمه. حضرتك ممكن تكلمهم على الموبايل على ما اروح اشوفهم. استني يا فاطمه، على ايه يا بنتي الهواجه دي؟ هم يعني هاجروا استراليا؟ ما كلها ساعه زمن ونتلم كلنا في بيت واحد. معلش يا دكتور، تلاقي بس الفرحه خلتهم. يا بنت انت متاثره قوي كده ليه؟ طب تصدقي هم عملوا فيا كده جميل، اصل لو كنت لحقتهم كان لازم اروح معاهم، انما انا دلوقتي منتعش كده ومنتشي وليا مزاج ان انا اوصلك واضرب مع جدك واحد قرفه بالجنزبيل. بجد يا دكتور ده هيفرح قوي بالمفاجاه دي. والله انت عونطجيه وبكاشه زي ابوك الله يرحمه بالظبط. ليه بقى؟ والله بقول الحقيقه، بس اوعى تكون حضرتك دكتور سليمان. دكتور سليمان العريني. ايوه انا يا فندم. طارق بيه رئيس النيابه عايز حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا دكتور سليمان. اهلا بيك يا فندم. قهوه حضرتك على الريحه بن محوج ولا حضرتك عدلت المزاج؟ ايه الحكايه؟ مش فاهم حاجه. طب حضرتك اتفضل استريح وانا هفهمك كل حاجه. شكرا يا فندم. قهوه على الريحه من البن بتاعي يا علي بسرعه. تحت امرك يا باشا. ولا ايه راي حضرتك؟ في مطعم قريب من هنا بيعمل كل حاجه. تحب ناجل القهوه ونبعت نجيب لك طاجن عكاوي؟ انما ايه؟ مالوش حل. الله، هو ايه الموضوع؟ هفهم حضرتك. سنة 95 كان في راجل طيب لابس جلابية حلوة كده وقاعد بيشوي ذرة جنب داره في بلد فلاحين، فجأة سمع صوت طفلة بتعيط ومش عارف الصوت ده جاي منين، وقعد يدور عليها لغاية ما لقاها تايهة في الغيط اللي وراه. وقال لها: إيه يا بنتي؟ إيه اللي جابك هنا؟ الله الله الله، انت مين يا بنت؟ قعدتي كده ليه؟ ابويا مات. لا اله الا الله. ابوك اسمه ايه يا حبيبتي؟ عبد التواب. عبد التواب؟ ما عندناش حد اسمه عبد التواب في الناحيه دي. طيب انت ما تعرفيش انت من انهي ناحيه يا ماما؟ 100 معاند. 100 معاند؟ يا خبر ازرق، وازاي جيت لحد هنا؟ وخدها الراجل الطيب في عربيته وراح بيها قريه 100 معاند اللي كانت قريبة قوي من بلده. وعليكم حاج. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك، هو في حد مات الاتحاد اسمه عبد التواب؟ ايوه يا باشا، ما حدش يعزيه. اها، مش دي بنته برضه؟ ايوه يا سيدي. هو في حد برضه يسيب عيلة صغيرة وحدها لحد ما تعدي السكة وتخش في الدرة؟ لا اله الا الله. تلاقيها اتسللت منهم من الحوسه اللي هم فيها. اصل يا ولدها كان جاي يزور حماته وسر الاله طلع فجاه، وتقريبا مستنيين التصريح علشان يغسلوه ويدفنوه في البلد اللي فرحنا. مدارهم فين يا حاج؟ قدامك يا بيه. طيب سلام عليكم. عليكم السلام. يا حاج البقية في حياتك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. انت لقيتها فين يا حاج؟ كتر خيرك يا عمده، جميلك ده فوق دماغنا. هم يا عطيه، هم عايزين نلحق، عايزين نلحق العصر، مفيش وقت. جبت التصريح؟ ايوه بلاك جيب اهو. يلا يلا خش على عربيه عمك الحاج صالح وانا جاي احصلك. استنى يا زلمه، عملت ليه؟ استنى اصبر اصبر. انت بتعمل ايه يا خينا؟ مين الراجل ده يا ابو حسين؟ يا عم صبرك بالله. الله يخرب بيوتكم، دي غيبوبة سكر يا بهايم. ايوه اكيد في حد من 100 معاند جه لحضرتك في قضيه وحكى لك على الموضوع ده.
ما انت عارف دنيا الفلاحين اصلها صغيره قوي، والاحداث الغريبه اللي بتحصل لهم قليله، فبيقعدوا بقى يلتوا ويعجنوا فيها لحد يوم الدين. طب حضرتك فاكر بقى لما رجعت الميت بيت حماته وفوقته من الغيبوبه، وطلعت على دكتور الصحه اللي كتب له التصريح في مكتبه ورقعته علقه موت، والناس حبت توجب معاك وترد لك الجميل، طلبت منهم ايه؟ طاجن عكاوي. طيب يا دكتور، يعني فاكر كل ده وفاكر الطاجن ومش فاكر الواد الشقي اللي كان بيلعب قدامك وانت بتاكل ووقع الطاجن كله في حجرك؟ مش ممكن، انت الواد رؤى. ايوه الواد رؤى، ابن اخو عبد التواب الميت، قصدي اللي كان ميت وصحي. شفت الدنيا صغيره ازاي يا دكتور؟ طب ما انا عمري ما كنت هفتكرك يا رؤى، قصدي يا رؤى بيه. شكلي اتغير كتير؟ مش الفكره، اصل انا كل اللي فاكره من القعده الظريفه دي ان مرات عمك كانت حلوه حبتين. مع اني مش من حق ان اصرح لك بانطباعي عن القضيه طول ما هي تحت ايدي وفي درج مكتبي، لكن حضرتك مش اي حد، وخلفيتي اللي انا عارفها عن اخلاقك وانسانيتك تديني جزء كبير من الحق ده. يعني الاحساس الخافي اللي وصلك ببراءه شهد من التهمه دي هو اللي خلاك تفرج عنها. يا ريت كنا نقدر نبني قراراتنا على الاحاسيس والانطباعات الشخصيه يا دكتور، كانت وفرت علينا كتير قوي، لكن الغلطه اللي وقعوا فيها بتوع المباحث هي السبب الوحيد لخروج شهد النهارده. معنى كده انهم لو كانوا قبضوا عليها باذن النيابه كان ممكن تتحبس احتياطي؟ بنسبه تعدي 90%، ووارد ان ده يحصل فعلا لو قدموا لي تحريات نهائيه تدعم نفس الاتهام. مش ممكن. اسمعني كويس يا دكتور، انا يمكن ما اقدرش اساعدك في اي اجراء قانوني لان ده مش بايدي وضد مبادئي، ويمكن كمان ما اقدرش اكرر استضافتي ليك مره تانيه بسبب حساسيه موقفي، لكن النتيجه اللي طلعت بيها النهارده من التحقيق خليتني اقدر اقدم لك خدمه مهمه قوي في القضيه. ايه هي الخدمه دي؟ ارجوك طمني. انا سمعت النهارده 5 شهود، 2 منهم النهارده ما ريحونيش مع انهم ما غلطوش في الكلام، لكن فيهم حاجه غريبه تتقري بين السطور، عشان كده انا كلفت رئيس المباحث يشتغل عليهم بكل قوته. اهلا 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 بدكتورنا العظيم. يا اهلا وسهلا. انا سيادة اللواء، ازي حضرتك؟ ايه يا عم الشغل الجامد اللي انت كنت عامله امبارح ده؟ ما عندكش فكره موضوع امين عزام ده مسمع قد ايه عند الكراسي الكبيره يا سيدي. استغفر الله يا فندم، الشافي هو ربنا ونعم بالله. اتفضل يا دكتور. ولو ان انا بقى واخد على خاطري منك وزعلان قوي قوي قوي. الله الله، ليه كده بس؟ وانا مجنون برضو علشان ازعل مني لازغلي باشا. بقى يا راجل توعدني بان احنا هنشرب فنجان قهوه مع بعض في اقرب فرصه، تقوم اسمع صوتك بعد سنه؟ معلش اعذرني والله عادل بيه، انا قلت اكيد وقت سيادتك ما يسمحش يعني بالزيارات الشخصيه. عشان كده ما زرتنيش الا لما بقت في مشكله تستاهل الزياره. ايه اللي يخلي شهد تروح عند راجل واطي زي فؤاد عوني ده؟ ايه ده؟ هو مفيش معلومة بتعدي كده خالص. قولي تحب تشرب ايه الأول؟ عادل بيه، أنت وعدتني بالمساعدة في أي وقت، وأنا عند كلمتي. بنتي الوحيدة بتضيع مني، أنا ما عنديش غير طلب واحد بس، ما فيهوش أي تجاوز بالبلدي كده، ما فيهوش أي حاجة شمال. لا في إن هيجرالك حاجة وهتقعي من طولك، وأبقى مش عارفة ألاحق عليكي ولا على المصيبة اللي وقعتينا فيها. يعني آكل غصب عني يا ماما؟ أيوه يا شهد، ومن هنا ورايح مفيش كمبيوتر، مفيش تليفونات، ومفيش خروج بره البيت لأي سبب من الأسباب، حتى لو هتسقطي في الكلية، وإن شاء الله عنك ما اتعلمتي، وقدامك 2 دقيقة بالظبط وتكوني قاعدة قدامي على السفرة. أنت مش عايز تعرف كل حاجة عن الاتنين دولت من ساعة ما اتولدوا لغاية وقتنا الحالي؟ لا مش للدرجة دي يعني يا فندم، مش كل حاجة. لا كل حاجة، احنا خسرين ايه يا دكتور؟ وبعدين اللي يخلينا نجيب عين الجمل يخلينا نجيب الجمل كله. ايوه، ونريح دماغنا. على ما تشرب فنجان القهوة بتاعك هتكون المعلومات كلها جت. سيادتك تاخد الملف تتفحصه تماما وتطلع منه كل اللي ممكن يفيدك في القضية، ايه رأيك؟ المعلومات كلها كلها يعني؟ كلها كلها، كل اللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش. بالتليفون الصغير اللي سعادتك عملته من شويه ده؟ ايوه يا سيدي بالظبط. ده انا قلت هروح بيتنا استنى يجي اسبوع كده على ما سعادتك. لا والله ما شاء الله، عمار يا مصر. ادخل. تمام سعادتك. ملف واحد اللي ظهر فيه حاجه قديمه في مديريه امن الجيزه، والباقي كله طبيعي. طيب اتفضل انت. بعد اذن معلك. شكرا. لا
البنت اللي اسمها هويدا الدسوقي سكرتيرة فؤاد عوني. ما افتكرش ان وراها حاجة ممكن تفيدك. ما عندهاش سوابق. ملهاش علاقات خاصة ممكن تثير الشبهات حواليها. ده بالإضافة لإنها بتقبض مرتب كبير جدا من الاستوديو اللي كانت بتشتغل فيه. ما فيش غير إن فؤاد عوني يمكن كان بيدلعها شوية وده موضوع يعني مش محتاج توضيح. أيوه مفهوم مفهوم يا فندم. طب بالنسبة لسعد؟ يعني هو سعد البواب ما اعتقدش برضه انه وراه حاجة، لكن هو كان عنده موضوع قديم، بس انا مش قادر احدد اذا كان الموضوع ده ممكن يفيد النيابة او ما يفيدهاش. ايه هو يا فندم؟ في شيخ طريقة في دمنهور اسمه حسان عبد القوي، حصلت عليهم كبسة مباحث من سنة ونص. كانوا بيحفروا في الصحراء في طريق الفيوم بينقبوا عن الآثار. طبعا انت عارف شغل النصابين بقى، ويقول لك احنا معانا جان وبنحول فلوس والزيبق والكلام الفاضي دوت. ايوه سمعت عن المواضيع اللي زي دي. طيب المهم ايه علاقه سعد البواب بالحكايه دي؟ سعد كان ضمن المجموعه اللي اتقبض عليها مع الشيخ حسان، لكن لما القضيه باظت افرجوا عنهم جميعا، لان طبعا لا لقوا اثار ولا لقوا حاجه خالص، واعتبروهم شويه مغفلين بيحفروا في الرمل. المباحث حبت بقى تطور الموضوع فراحت تفتش في بيوت الناس ديت. لقوا في اوضه سعد شويه احجبه على كتب من بتاعه السحر والشعوذه والدجل والكلام الفاضي دوت. لكن حصل حاجة غريبة قوي أثناء التفتيش. حاجة إيه؟ أنت قاعد عندك بتعمل إيه يا بني آدم؟ في سعادتك بصار. لا أصلا ولا زفت إيه ده؟ وقلف الكرتونة دي. ايه ده؟ مش دي برضه صورة فؤاد عامل الملحن؟ ايه يا عم سعد؟ انت بتعمل اعمال المشاهير والشخصيات العامة كمان؟ اعمال؟ اعمال ايه بس يا باشي؟ استغفر الله العظيم، ده كفر يا سعادة الباشا، كفر والعياذ بالله. ده شوية حاجات كده للتسالي. تسالي؟ وغلاوتك عندي تسالي كده يعني، امال هكون ايه يعني؟ مساء الخير. مساء النور استاذ فؤاد. الله الله، ده انتوا حبايب بقى. انا كنت طالع الاستوديو عرفت انكم بتفتشوا اوضه سعد. خير يا حضره الظابط، حصل حاجه ولا ايه؟ هو الاستوديو بتاع حضرتك هنا في العماره؟ ايوه في الدور الرابع، وسعد شغال هنا من زمان، راجل طيب وزي الفل وعارفين عنه كل حاجه. وتعرف كمان اللي بياخد صوره وبيعمل عليها شغل سحر وشعوذه؟ سحر وشعوذه ايه بس يا حضره الظابط؟ حضرتك فهمت الموضوع غلط خالص. الحاجات دي انا اللي مديها لسعد يحطها عنده في الاوضه. نعم انا فاهم حضرتك. انا اصلي بقالي فتره بشوف حاجات غريبه كده، وبتحصل لي خيالات وتهيؤات، وبيجي لي كوابيس صعبه جدا بالليل. بنت من البنات اللي كانوا بيجولي عشان يغنوا مشاغله تفكيري ليل ونهار، هي اللي صورتها مع حضرتك دي. الحكايه لما زادت انا رحت لشيخ من الناس الطيبين، قال لي انها عامله لي عمل سفلي عشان اقعد انشغل بيها ليل مع نهار. وبصراحه انا ضيوف كتير، ما اقدرش احط الحاجات دي عندي لا في البيت ولا في الاستوديو. اديتها بقى لعم سعد، قلت له شلعها عندك في الاوضه على ما الموضوع يخلص. مش كده يا سعد ولا ايه؟ كده يا باشا. ضابط المباحث ما اقتنعش، ولما الحاجات اللي موجوده في الاوضه وعمل محضر خايب باقتناء بعض الكتب عن السحر والشعوذه اللي هي ممنوعه من التداول. الغريب بقى في الموضوع ان فؤاد عوني شهد بالكلام دوت في محضر موجود صورته هنا في الملف دوت. واللي اغرب من كده انه وكل محامي للدفاع عن سعد قدام النيابه. انت مش ملاحظ يا دكتور ان في علاقه غريبه بين سعد والمجني عليه رغم التفاوت الاجتماعي في المستوى بينهم؟ يعني ممكن تبقى حاجه غريبه. لا هي حاجه غريبه فعلا، ولازم يتحط تحتها خط احمر. بقول لك ايه، تشرب ايه غير القهوه دي؟ لا متشكر يا فندم. المهم بقول لك ايه، مفيش حاجه اتقالت في تحقيقات النيابه بتشير للموضوع بالقريب من بعيد عن العلاقه بين الاثنين دولت؟ لا خالص يا فندم. طارق بيسمعني كل كلمه قالها سعد البواب ده في التحقيق، ما فيش أي حاجة، مجرد بواب اكتشف جريمة بالصوت، ما فيش أكتر من كده. وتحريات المباحث برضو مش هتوصل للجزئية دي، لأن هما بيشتغلوا على الأحداث القريبة من واقعة القتل، بالإضافة لأن العلاقة اللي بينهم كانت سرية ويشوبها الغموض. تعرف إن طارق بيه كان عنده حق لما قال إن الواد سعد ده ما قالش الحقيقة كلها؟ وارد قوي تكون جريمة القتل ديت ليها علاقة ببنت من البنات اللي كان فؤاد عوني شك إن هما بيعملوا له سحر وشعوذة وحاجات كده، أو بنت من البنات اللي كان فؤاد عوني بيعمل لهم أحجبة وحاجات عن طريق سعد. يعني سكة من اللخبطة العبيطة ديت. أنت مش مصدقني ولا يا دكتور؟
الهبل في الزمان ده بقوا كتير قوي وبيعملوا أبشع من كده. أنا بنصحك إنك تعرض المعلومات ديت على النيابة، يمكن توصلهم لحاجة. ايه يا سامي؟ ما جيتوش يا ابني ليه لغايه دلوقتي؟ طب بص يا سامي، خش له وقول له الدكتور سليمان العريني عايزك ضروري جدا. يلا يا ابني، يلا، مع السلامه. الخير كتير يا رجاله. الله الوكيل، ما حد يقوم من مكانه قبل ما ياكل ويشبع ويملى بطنه على الاخر. يبقى عامل يا حاج وجاب النعيم. امين يا رب العالمين، دي بركه الشيخ عكاشه وكراماته اللي فكت العقدة وكشفت الحزن. استغفر الله يا عبد الله، كله بإذنه ومشيئته وقدرته. هو الحنان، هو المنان، هو الله. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله 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 الله. انت اتجننت يا شيخ سيد؟ عمدت من ده إلى عايز يسيب عشانه الحضرة والمريدين والفتح الرباني؟ اللي رايد المصلحة يسعالها برجليه، مش هي اللي هتسعاله. اسعى يا مولانا. دول بقالهم ثلاث ساعات مستنيين وبيقولوا حاجات غريبة جدا، وبيقولوا عايزينك في حاجة مهمة قوي. مهمة ليه مهمة؟ انما انا ما عنديش اغنى من عزيز الجبار المتكبر الخاضق البارد. بعد اذنك ثواني يا شيخ سيد. دكتور سليمان العريني هو اللي عايز حضرتك يا مولانا. دكتور سليمان العريني؟ اهلا 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 شيخ عكاشة. يا دي النور اللي هل ويا دي البركه اللي حلت. الله يحفظك. ما شاء الله، ايه العظمه دي؟ العظمه لصاحب العظمه يا دكتور. لو تعرف انا سايب ايه ورايا عشان اجي لك لحد هنا والبي لك طلبك، هتعرف غلبتك عندي قد ايه. من غير ما تقول يا شيخ عكاشة، اصل ربنا سبحانه وتعالى يحبه بيفيد حبه على الناس كلها. الله يكرمك يا ولدي، الله يكرمك. انا زعق لي نبي النهارده. الله يبارك فيك. طب نستأذن احنا بقى يا دكتور ونسيبك تاخد راحتك مع مولاه. يلا يا سام. ايوه يلا يلا شاهين، يلا يلا. متشكرين يا اولاد، يلا نرد لكم في الافراح ان شاء الله. تعيش يا دكتور. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا عمده. طب اروح اني بقى البيت اشوف الجماعه طالبيني في ايه وردي لك تاني. لا ما انا مش عايز اتعبك يا عم، خليك انت وما تجيش خالص غير لما انا رن عليك. حاضر. ربنا يخليك ليا يا ابن عمي اصيل يا عمدة العمد. كيب ان تاتش. حاضر. اتفضل يا ابو العمد. يلا اتفضل. يلا الف سلام. سبحانك يا قادر على كل شيء. خلاص. سبحانك يا جامع الشتات وخالق المعجزات وعالم الماضي والحاضر والآت. الله الله. خلاص بقى بروح خالتك. انت هتسوف يا ولا ايه؟ ده يلا تكون صدقت نفسك يا ابن بهانة يا عرة النصابين. لا اله الا الله. ارتجع يا دكتور واحسب شيطانك واعلم اني مش لوحدي. لا يا شيخ، وحد النبي. ايوه. طيب مستني ايه يا شيخ عكاشة؟ افرد جناحك، لم خدامك، اسخطني ارد ولا عرسه ولا ماشيين على الحيط. ايه ده برضه الاصول يا ابن الاصول؟ جايبني بيتك عشان تسخر مني وتتهجم عليا يا سليمان؟ اسم الدكتور سليمان يا حيوان. وان ما كنتش هتفوق من التمثيليه اللي انت عايشها دي وترجع لاصلك وتتعدل ويايا في الكلام، ثلاثه بالله العلي العظيم يا عكاشة لاكون معلق في ديلك فضيحه فرنج من مصايبك القديمه وادورك بيها على ظهر حماره في البلد كلها. حلو يا رجال، يا رجالك ويكلي، يا راجل زمانه جاي. خلاص يا باشمهندس، قدامنا بالظبط نص ساعة بالتجربة. ما تخلص يا عم الحصان أنت. الحصان؟ إيه؟ برجيك، مش أحسن ما أقول لك يا دونكي؟ دونكي أوي. إيه يا شاهين؟ بقول لك إيه، ساعة جالك؟ طب بقول لك إيه؟ آخره بتاع ربع، نص ساعة إلا ربع كده على قد ما تقدر. يا شاهين اتمشى شوية، خد لك كروز، خش لك أي سوبر ماركو، هات لك سناكس. أقول لك؟ أقول لك؟ افتح كابوت العربية وافتحه ثلاث أربع مرات والعب جوه شوية واستنى مني رن. سلام يا ستيوبت. أمال فين الأخ فريد؟ بيقول هيتابع معانا بالتليفون خطوة بخطوة. إيه؟ وده ينفع؟ هو في حاجة ما بتنفعش عند العفاريت يا شيخ عكاشة؟ أيوه بس إيه لازمته طيب؟ البوليس اتدخل في الموضوع وطلب من الدكتور يجيب له الأمان من رئيس المباحث شخصياً قبل ما يظهر في الشغل. أيوه. طب بقول لك إيه؟ إيه الغواني يا إيه؟ بيتاجر إيه؟ بيتاجر في الغواني
يا سعد. بتجري في الخوان يا سعد. ومكسور. بتجري في الخوان يا سعد. قولها ثلاث مرات. بتجري في الخوان يا سعد. ما تشيلوا يا رجاله شويه. طب خلاص سيب اللي في ايديك وتعالى لي فورا. دوريت يا محمود انت بتستهبل. سيب وقال مع الامنه وتعالى لي انت. في مشوار لازم تطلعه بكره الصبح انت واشرف فيه، لازم تعرف تفاصيله دلوقتي. يلا سلام بيستنيك. خير يا مدباشا؟ في حاجه ولا ايه؟ بقول لك يا اشرف، عايزك في ماموريه غريبه شويه. انت تؤمر زعيم واحنا ننفذ. هتاخد معاك محمود وثلاث عيال خفاف ومخهم صاحي. ما تجيبليش عيل يتلحم ويبوظ لي الشغل يا اشرف. ما تقلقش يا باشا موجود. عظيم. عايزك تطلع بكره الصبح من بدري على النيابه. طارق بيها يعرض على المحامي العام ويديك اذن تسجيل ومراقبه. اول ما تقفش الاذن ده في ايديك تتصل بيا فورا. طب مش هفهم الحوار يا باشا عشان اعرف اتصرف؟ مش لما افهمه انا الاول يا اشرف. دي مش مشكلتي يا باشمهندس. انت تظبط نفسك ومواعيدك بالشكل اللي يعجبك. انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تخرجني من الكارثه اللي انا فيها دي وباسرع وقت ممكن. اوكي اوكي اوكي. بس ممكن تهدي؟ تعالي بقى نقترح على بعض ونشوف ايه اللي ممكن نعمله في الاربع ايام دول. هو حل واحد مفيش غيره. اللي هو نعرف مين اللي قتل الكلب اللي اسمه فؤاد عوني ده باي طريقه وفي اسرع وقت. هو اللي في اسرع وقت وباي طريقه؟ ما تعقلي الكلام شويه يا شاهي، ما ينفعش كده. يعني المباحث والنيابه شغالين على الفازوره دي من ساعه ما جريمه القتل حصلت وما وصلوش لحاجه. احنا بقى اللي هنحلها في كام يوم. النيابه والمباحث عاوزين يقفلوا شغلهم ويريحوا دماغهم من القضيه، وشهد بالنسبه لهم شماعه متفصله وجاهزه على التلبيس. يتعبوا نفسهم بقى ويدوروا على غيرها ليه؟ كلام معقول برضو. ايوه بس احنا مفيش في ايدينا اي خيوط توصلنا لحل القضيه دي. ما انا بقى جايه لك النهارده ومعايا اهم خيط في القضيه كلها. وساكته من الصبح ما تتكلمي. الاستاذه عزت لما قرا شهاده البنت السكرتيره بتاعت فؤاد عوني ده لقاها بتقول في التحقيقات ان في خناقه كبيره جدا حصلت بينه وبين المطرب اللي اسمه نادر سماره ده قبل ما شهد تخش له بخمس دقايق، وحصل بينهم تهديدات جامده جدا. شهد قالت لي نفس الكلام. وبعدين؟ هو ايه اللي وبعدين؟ انا بقى متاكده ان هو اللي عملها او اجر حد يقتله بعد ما شهد نزلت من عنده. طيب وعلى افتراض ان ده اللي حصل، احنا بقى هنثبت ازاي الكلام ده؟ نثبت ايه؟ هو في وقت نثبت ولا نتنيل؟ امال هنعمل ايه؟ ولا حاجه. احنا هنستفيد بالخبره اللي سيادتك اكتسبتها من الصرمحه على الكباريهات، وهنستخدم علاقتك العظيمه بالبلطجيه اللي انت مأجرهم دلوقتي عشان يظبطوا لك الدنيا قبل انتخابات المجلس اللي انت هتخشها كمان شهرين. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دكتوره؟ بقى انت عايزاني اجر بلطجيه يمشوا ورا نادر سماره ده ويراقبوه ويعرفوا بيروح فين وبيروح ازاي، وبعدين يخطفوه يحلقوا له شعره على بال بقى ما نثبت. اسمع يا شريف، انت اخويا الصغير وانا فاهمك كويس قوي، وعينك ما بتشوفش غير مصلحتك وبس. عشان كده هجيبها لك من الاخر. قدامك طريقين عشان تساعدني اخرج بنتي من الكارثه اللي احنا فيها دي. يا اما بقى تمشي في سكه نادر سماره وتتاكد ان هو اللي عملها وتجيبهولي معترف، يا اما تقدم للنيابه دليل محترم ما فيهوش كلام، يا اما تنكش بقى في جرابك القديم وتطلع لي واحد معدوم وضايع من الاوباش اللي كنت بتقعد معاهم ايام الصياعه وتشيروا الحكايه كلها قدام شيك بخمسة مليون جنيه. خمسة؟ ايه اللي بتقولي ده يا شيخ؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. بعد 3 ايام من دلوقتي لو ما حصلش اللي انا بقوله ده، تيجي لي كده البيت او المكتب من سكات ومعاك فايل بكل حسابات الشركه وبفلوسك اللي بره واللي جوه ومفتاح عربيتينك وشاليه الساحل. شاهناز اسمعيني. والملحوظه بقى اللي لازم تاخد بالك منها، ان لو بنتي دخلت السجن بتهمه زي دي، أول واحد هيضحي بيك هو الحزب بتاعك. وانسى انك تترشح في دايرة بعد كده طول عمرك أو تاخد ربع كرسي تحت القبة. ليه كده بس يا مولاني؟ انت بداني وكتاب الله المجيد عملت المستحيل عشان افرغ نفسي لخدمتك ونور رضاك. يا عم سعد، يا عم سعد بطل دوشه، الله يكرمك بطل دوشه. الدوشه اللي انت بتعملها دي لو قطعت عليه خلقته اقسم بالله قادر يقلبك راقصه بباليه. طب خلاص انا كتمت اقول بس، وحياه النبي يا اخ سمير كلمه تاني، اصل انا يعني كنت يا عم سعد
الكلام اللي انت بتقوله ده ما منوش فايده خلاص. انت ترجع عمرتك وتشوف مصالحك واولادك ولا كانكش شفتنا خالص. دي اوامر يا عم الحاج، دي اوامر وما فيهاش فصال. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. هو ايه اللي حصل بس؟ ما كنا متفقين وحلوين واخر فل. ايه اللي جرى بس في الكام ساعه اللي غبتهم دولي؟ اللي جرى ان احنا بنخاف ربنا يا سعد، ومحدش فينا يستحمل غضبه. لا اله الا الله، وهو وجودي جنب جناب حضرتك هيغضب ربنا في ايه بس يا مولاني؟ المرأة على دين خليلي، وانا راجل ماشي بنور المولى يا عم سعد. لو جاورت عبد عاصي وقلبه مش نظيف، ربك يحجب نوره ويسحب هديته. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا مولاني. هو جناب حضرتك عرفت عني حاجة بطلة لا سمح الله؟ انا غرضي بس اقول يعني ان مفيش مخلوق خلقه ربنا خالي من الذنوب، واذا كان جنبك يعني شفت عنا حاجه كده ولا كده. انا مش نابع عشان اشوف كل شيء واطلع على اعمال العباد يا سعد، انا بشوف بس اللي بيأذن لي به ربنا، واللي شفته عندك مش ذنوب. ما شفت ايه يا مولاي؟ شفت حبك للذنب واصرارك عليه، وده اللي مسود قلبك ومشخبط صفحتك. لا اله الا الله، لا اله وكتاب الله المجيد يا مولانا. ده انا غلبان قول، ده انا يمكن عملت حاجه. قلت لك ما تعرفش بكتاب الله. حصل خد من يعني، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا مولانا. مش عايز مخلوق معايا انا والكذاب دي. اه حبيب يا ماغس بعد أن يساد واخداز كلا دليل كلا دليل كلا دليل كلا دليل كلا دليل صاحب الاسم الكبير. رايح فين يا استاذ؟ ده اوردر بيتزا الشقه 14، مش دي عمارة المروة؟ لا يا اخويا مش هي، عمارة المروة بعدنا بثلاث نيمان، اللي قدام سوا مر. حاج ما تقلقش، 10 دقايق بس هجيب حاجة من المحل اللي قدامك وبيعها. ما أسيبها لك يا سيدي منورة. ما ينفعش تسيبها في وش كده. ليه؟ يا جدع، أنت كده ما تكلمنيش، أنا أقصد ما عندكش حد ساكن سياحي خليلي عصبية كده ومحتاج فرفشة حاجة كده يعني. وصلت يا شيري. عموما يعني خدي سيبيني نمرتي، وأول ما أنت جاهز يا مدير صاحب الاسم الكبير. لا اله الا الله. زنا يا سعد، بتتاجر في الزنا والخوان يا رجل يا نجس. وعايزني ايه؟ الوس نفسي معاك بقعدتك واخدك معايا في مشوار زي ده؟ ارحمني. كلب كلب اقرب ويستاهل الحرق كمان يا مولانا بجاز وسخ. ارحمنا يا مولايا، يا مولانا ارحمنا. والنبي ربنا بعتك ليا من السماء عشان تاخد بايدي. عاوز اتوب، عاوز اتوب يا مولانا. ارحمني لا يعلي مرتبك كمان وكمان. سافر؟ سافر فين يا شريف؟ ايطاليا، خد طياره امبارح بالليل. يبقى هو اللي عملها اكيد، الكلب ده هو اللي عملها. تصدق ان انا كمان عندي نفس الاحساس؟ أصل الواد ده كان ماضي عقود لحفلات لمدة شهرين قدام، ولغاهم بحجة إنه رايح أوروبا يسجل ألبومه الجديد. طب وأنا هعمل إيه يعني؟ مش فاهم. هبعت حد يدور عليه في روما ولا أجر عليه بتوع المافيا؟ هو ده وقت تريقة يا شريف؟ أنا هروح للنائب العام تاني بكرة الصبح، وأكيد لما هيسمع معلومة زي دي. وهو هيعمل لك إيه يعني يا شاه؟ أنت فاكرة إن النائب العام لو اقتنع بكلامك ده هيصعد الموضوع ويطلب تسليمه لمجرد شكوك زي دي؟ هيقولك استني لما يرجع، وفي الحالة دي شهد هتاخد لها 3-4 أشهر استقرار حبس. وحتى لو رجع مفيش حاجة تجبره على أنه يعترف بجريمة قتل طالما مفيش دليل ضده. مفيش بقى غير أن أنا هقعد مع نفسي كده الليلة دي أحسبها وأشوف سكة للحل التاني. الحل التاني؟
هو انت عندك حد فعلا ممكن يقبل باتفاق زي ده بجد يا شريف، ولا انت بتقول كده بس عشان؟ طب خلاص خلاص، مش هينفع الكلام في التليفون دلوقتي. شوف انت هتعمل ايه بالظبط وكلمني بكره نتقابل في اي مكان. اوكي يا حبيبي، يلا باي. ايه ده؟ انت واقف بتتصنط عليا يا مصطفى؟ اتصنط ايه يا دكتوره؟ ده انا كنت عايز. طب اتفضل من قدامي دلوقتي وروح شايك على العربيه اللي هتنقل سياده الوزير لبيته، وجمع لي طقم التمريض اللي هيروحوا معاه دلوقتي حالا. از يو لايك يا فندم، اللي تأمر بيساعدك. بس حتى لو قدر يجيب اللي يشيل القصه كلها ويعترف ويخلصنا، اضمن منين ان الحكايه تتم بهدوء وما تجرش علينا فضايح تانية أسود من اللي قبلها؟ مش ممكن! بتتكلم يا أحمد مين؟ وقال كل حاجة. الله أكبر! يا ما أنت كريم يا رب! يا ما أنت كريم يا رب! أنا مش عارف أشكركم إزاي! هو ده وقت شكر يا دكتور؟ يلا نفرح شهد ونخرجها من الحبسة الوحشة دي! يلا! من هنا يا دكتور، من هنا! وقال لك مين اللي عملها وقال ليه؟ المطرب اللي كان عنده في نفس الليلة. ده ده السمارة؟ هو في عيني. افتح الباب يا ابني. يا عماد بيه، انا سليمان العريني. انا اسف لو عامل لك ازعاج دلوقتي. يعني عماد بيه، من فضلك انا عايز اشوف بنتي، عايز اشوفها دلوقتي حالا لو سمحت. ايوه يا استاذ المستشار، ايوه فاكرك فاكرك مش نسيك. هو بس شيخنا مش فاضي يعني قبل اسبوع من دلوقتي. لما اوصل شيخنا بس هوزع بستشار مع كتب اسكندريه وارجع جنب. ايه وسط المستشار؟ مستشار ايه يا بهيم انت كمان؟ انت مخك اتلحس من اللي بتعمله ولا ايه يا سامي؟ الله، اطلع من الدور اللي انت عايشه ده ونفذ اللي بقوله لك دلوقتي حالا. يا سامي انا بقول فض الليله اللي عندك دي وخلاص على كده. يوه، من غير ليه يا سيدي؟ اتشائمت يا سامي، ارتحت؟ اتشائمت. الله، ربنا نبيني في اخر لحظه ان انا ماشي غلط، اعمل ايه؟ اكابر واستمر في اللي انا فيه ولا ارجع عن الغلط؟ ايوه يا دكتور، يعني احنا نهدي كل اللي بنيناه عشان حضرتك اتشائمت فجاه وهرتك انقبض؟ طب ما تصلي على النبي كده يا دكتور، بيه كرم. الحكايه كلها ايه، خطوه ولا خطوتين وكله هيبقى زي الفل. ويا صابت يا شت يا سامي، احنا بننصب على واحد غلبان بالسحر والعزايم والبلاوي الزرقاء دي، ولو كملنا في السكة دي أنا متأكد إن ربنا حينتقم مني وحتقلب سواد على دماغي وعلى دماغكم انتوا كمان. الله، ما تفهم بقى يا أخي. يا ابني الجدع اللي معاكوا ده جدع غلبان وعبيط ومش هيوصلنا لحاجة. مش في واحد تاني معاه في القضية؟ الله، مش يمكن يكون هو اللي عملها؟ انتوا إيه يعني؟ عجبتكم اللعبة دي؟ خلاص استحلتوها؟ طيب كملوا انتوا بقى، وانا بقول قدام ربنا من الساعة دي انا ماليش اي علاقة باللي بيحصل ده وبريء منه. امين يا رب. نقرا الفاتحة بقى يا مولانا. لا، البكا على راس الميت يا سعد. هنقرا الفاتحة قبل ما يحصل المراد بإذن رب العباد، وتظهر الأمانة قدامنا كلنا، وساعتها يتبقى لك عندي امتحان أخير. نجحت ورفعت راسي هديك هدية ما كنتش تحلم بيها. اما بقى لو ما نجحتش وخيبت املي تاني، هنجح هنجح بعون الله، هشرفك يا مولاني. على بركه الله، يطلع النهار ونقصد باب كريم. يا فندم انا بقالي 3 ساعات عمال اهلل في النبطشيه ان ظابط يجي يعبرني او يتكلم معايا لحد ما سعادتك. المشكله ان حضرتك جاي في توقيت سخيف وكل الناس في تشريفه وزراء قدام المجلس،
تشرب ايه بس حضرتك؟ شربت والله يا فندم، شربت قهوة وشربت شاي وشربت جنزبيل وكشفت على كل المدمنين اللي عندكم وقريت للسادة أمناء الشرطة كل التقارير الطبية اللي جت مع محاضر الضرب. يا فندم كان ناقص يلبسوني ميري ووقفوني على باب القسم أقول ها مين هناك. طب حضرتك ليه ما اتصلتش بعماد بيه قبل ما تيجي؟ كان ظبط لك كل حاجة. للدرجة دي أنا تافهة ومليش أي معنى. طب وانا ايه اللي يخليني استحمل وجودي في دنيا مش عايزاني وناس مش فارق معاها اذا كنت عايش ولا روح في ده؟ ايه اللي يخليني استحمل البهدله دي كلها؟ يلا دكتور العسكري وصل لتحت ومعاه المفتاح. يا فرج الله. لو مش عايز تدخلها الاكل اللي بارد ده ونشوف نبعت نجيب لها حاجه بسرعه كده. ربنا يخليك، متشكر جدا يا فندم، كل لك ذوق. معلش اعذرني يعني اصل حتى لو لحظه واحده. طارق بن الشاذلي. اه طارق بيه، ازي حضرتك؟ انت فين يا دكتور؟ انا في القسم. وعماد بيه وصل عندك ولا لسه؟ لا والله عماد بيه مش موجود من الصبح. لحظة واحدة طارق بيه، لحظة واحدة، بتهيألي هو وصل على باب القسم. حاجة كنت عاوزه؟ احنا اللي عايزين نهنيك يا دكتور، ألف ألف مبروك. مبروك على ايه؟ عرفت انك هنا، ما رضيتش ابلغك بالتليفون علشان اشوف رد فعلك بعيني. ايه اللي حصل يا عماد بيه؟ انا مش فاهم حاجة. براءة يا دكتور سليمان. ايه؟ بنت سعادتك خدت أغرب وأسرع براءة في التاريخ. ألف مليون مبروك. أنت بتتكلم بجد؟ سمعت يا دكتور سليمان؟ أيوة طارق بيه سمعت، بس مش مصدق نفسي بصراحة. أنت دخلت الشهد ولا لسه؟ لا والله لسه، أنا بقالي هنا يجي 60 سنة، كنت لسه هخش لك. يا طارق بيه، يعني أنتوا بتتكلموا جد يا جماعة؟ يعني أنتوا عرفتوا مين القاتل؟ هتعرف كل حاجة دلوقتي، بس الأول ادخل فرح شهد وطمن. شاهد ونخرجها من الحفلة الوحشة دي. يلا افتح الباب. يا سليمان يا دكتور، افتحوا الباب، افتحوا الباب، ابص ايديكم البنت هتروح مني. يا شاهد يا شاهد، اهدى يا دكتور سليمان، هيفتحوا الباب. يا شاهد فين المفتاح يا شاهد؟ تفتح الباب يا شاهد، ما بتردش عليا. من فضلك اهدى يا دكتور. شاهد شاهد فين؟ وديتوا بنتي فين؟ يا دكتور اهدى، انتوا عملتوا فين؟ اهدى من فضلك يا دكتور سليمان، شاهد يا بابا. اخيرا قلقت عليا، بس انا ما كنتش محتاجه كل القلق ده. انا بس كنت محتاجاك تثبت لي حاجه واحده من كل الحاجات اللي انت كنت بتقولها لي. لا انا عايل بصراحه، ومش بنفذ ولا كلمه من اللي بقوله. اقول لك الحقيقه، انا اصلي بتخنق وجسمي بيقشعر الاماكن المقرفه اللي مجرجرانا فيها دي. ما بقاش ينفع يا بابا، البساطة وخفة الدم اللي كنت بتمتعني بيهم زمان خلاص ما بقالهمش معنا دلوقتي. سيبني بقى واجه الواقع زي ما هو فعلا، لأن خلاص رابط. ما تيجي تديني قلبين أحسن. قوم يلا عشان ناكل كشري. كشري يا بابا لو سمحت. يا حبيبتي والله العظيم ما بهزر، خلاص. هو إيه اللي خلاص؟ فيلم الرعب اللي عايشتينا فيه ده خلاص. قومي عشان ناكل كشري ونتمشى سوا على الكورنيش. مش ممكن بجد يا بابا، انت بتتكلم بجد؟ ايوه.
يعني خلاص عرفوا ان مش انا اللي قتلته واني بريئه وما عملتش حاجه؟ ايوه ومسكوا القاتل وما تسالنيش هو مين، انا مش عايز اعرف هو مين، انا مش عايز اعرف اي حاجه في الدنيا غير ان بنتي المجنونه المجرمه رد السجون رجعت تاني في حضني يا بنت المرزيه. الله يبارك فيكي يا علياء هانم، ما تحرمش منك ابدا، بس ما شاء الله عليكي المعلومه وتوصل لك بسرعه جباره، ربنا يخليكي. لا هي لسه في الاسم وسليمان معاها. لا 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 لا، اسم ايه؟ انا عايزك تسبقني على النيابه حالا. ايوه يا سيدي، محضر الضبط اعمله هناك. طارق بيه رجع من الاستراحه ورايح على المكتب بتاعه دلوقتي. دكتور سليمان، انت فيك حاجه غريبه قوي ما شفتهاش في اي بني ادم قابلته في حياتي قبل كده. يمكن يكون تفكيرك عشوائي ومشاعرك بتتحرك باندفاع شديد ومن غير سيطرة، لكن جواك بوصلة حساسة جدا بتاخدك وراها وتتوجه لوحدها، وعشان حضرتك بتلغي عقلك قدام مؤشر البوصلة الربانية دي، فاللي بيحصل انه في أسوأ الأحوال انك بتوصل لبر الأمان. أنا صحيح دردشت معاك في القلق اللي حسيت بيه من ناحية سعد البواب، لكن ما كنتش اتصور انه يعلق معاك للدرجه دي وتمشي ورا المشوار ده كله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عظمه بالناس. الله اكبر، لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله. مريوش، الأرض بكم ترجف والرياح بكم تعصف والسماء تمطر عليكم نارا وشرارا. جدي يا مولانا، أبوس رجلك أنا في عرضك. تائب عاد لجلال الله، والذنب صغير والرب كبير. إيه؟ أنت بتخدعني يا سعد يا ابن عنات؟ وربنا ما حصل. ما تحلفش كدب يا بهيم، أنت مش محكمة أرضية. مين اللي ضمه في رقبتك يا سعد؟ مين اللي راح هتروح بسببك ظلم يا غبي؟ انجدني! المخاف كله هيولع باللي فيه! كله هيولع باللي فيه! بسببك يا غبي! ازاي تخليني احطك في وسط الروح سفلية وانت عامل عاملة مهببة زي دي؟ انت يا سعد، مين اللي ضمه في رقبتك؟ مين اللي ضمه في رقبتك؟ واحدة اسمها شهد. شهد ايه؟ شهد سليمان. وحكايتها شهد دي؟ متهمة في جناية قتل. ده مين؟ راجل مزيكاتي كان ساكن عندي في العمارة اسمه فؤاد عوني. وهي ما قتلتوش؟ لا. من اللي قتله؟ ملعون. انت يا سعد، انت ما فيش وقت، مين اللي عملها يا ابني؟ ما تضيعش نفسك وتضيعني معاك. ملعون. انجدني يا مولانا، انجدني. انا في عرضك، انا في عرضك. انا بريء من لعنته يا خطاب الكنوز، بريء من لعنته. حكمكم نافذ وامركم مطاع. لا لا يا مولانا، انا هتكلم. طيب عائد لجلال الله، طالب غفران، وان الله غفور رحيم. قتلته بايه يا ولدي؟ قول بسرعه. بسكينه يا مولانا. وديتها فين السكينه دي؟
رميتها في النيل يا مولانا. وهو كان اشك في ايه الراجل ده عشان تقتله؟ انت انعزلت من الارض يا مولاني. بتحكموني على ايه بس يا سيادنا؟ ده انا خلصت الناس من شر وعملت خير وسطرت على الولاي. ولاي ايه؟ هو اتعدى على اهل بيتك؟ لا، لكن عمل كتير مع البنيه الغلبانه اللي استنجدت بي عشان اخلصها منه. اسمها ايه البنيه دي؟ اسمها امنيه صاحبه الانسه شاد. قوم يا لغموش يا مروش يا ابن المروش. الحمد لله على السلامة يا سعد. يا عير يا واطي يا ابن الجزمة، ده انت هتشوف ايام سودة. مش ممكن، مش ممكن. امنية؟ امنية؟ طب ليه؟ ليه؟ فرغ الشغل ده يا محمود، عايزه قدامي خلال نص ساعة. حاضر يا باشا. ما تستعجلش يا دكتور، كل حاجة هتظهر الليلة دي في التحقيق إن شاء الله. يا ترى بقى هتقبل مننا أي اعتذار على استخفافنا بتفكيرك الجهنمي؟ ها؟ لا اعتذار إيه يا طارق بيه؟ ده أنا اللي مش عارف أشكر حضراتكم إزاي الحقيقة على وقفتكم معايا ومع بنتي. لا مش هي دي الحقيقة. حضرتك مش مشغول بأي حاجة غير بمفاجأة أمنية اللي ظهرت من شوية. صح. أنا بصراحة هتجنن، أنا مش مصدق نفسي. لا صدق يا دكتور، صدق أي حاجة ممكن تشوفها في الزمن ده. يا ريس هتديني أمر القبض إمتى؟ طب اقعد بس، أنت متلهوج كده ليه؟ ما أقدرش أديهولك قبل ما أفرغ التسجيلات وأخد اعترافات سعد في التحقيق. شوف النبي الكلام يا باشا، والنبي ما تحبكها قوي كده، ما أنت لسه شايف بعينيك وسامع بودانك. إديني أمر القبض وبعدين سجله براحتك وقت ما تحب. مفيش فايدة فيك يا عماد، ما تستريحش غير لما تخالف وتمشي شمال. ليه بس كده يا ريس؟ ده انا عايز اقفل لك القضيه واسلمها لك موزونه وماسكه نفسها عشان تحلها وانت مطمن على الاخر. يا باشا المعلومه سمعت في تشكيل المديريه كله، والصحافه لازقه لهم هناك ليل نهار. يعني البت امنيه دي لو صحيت الصبح على خبر زي ده هتزوغ مننا في اي حته، وهنرجع نلف حوالين نفسنا تاني. مش ممكن امنيه؟ طب ليه؟ وايه اللي بينها وبين فؤاد عوني ده عشان ممكن تفكر انها تعمل كده؟ يا حبيبتي مفيش حاجة ظهرت لحد دلوقتي. بصي كل الأسئلة دي هيكون لها إجابات بس لما التحقيق مع سعد البواب ده يخلص. أهم حاجة أنا مش عايزك دلوقتي إنك تفكري في أي لا فرق. يا بابا لا، الراجل ده بيكذب، أكيد بيكذب. كل اللي هو بيعمله ده عشان ما يثبتوش إن هو عملها لوحده. الأول أنا وبعدين أمنية، هو اللي بيعمل فينا كده؟ اقفل يا مصطفى دلوقتي، هكلمك تاني. وهو البواب ده يعرف امنيه دي منين عشان يرمي عليها تهمه زي دي يا هانم؟ انت اللي ما عندكيش ريحه التمييز في اختيار الناس اللي بتصاحبيهم وبتامنيهم على خصوصيات حياتك. يا مامي امنيه عمرها ما تعمل فيا كده، مستحيل. ليه مستحيل يا شاهد؟ اختك ولا قريبتك ولا عايشه معاك العمر كله؟ ده انت كل اللي بينك وبينها سنه ونص، ما فيش غيرهم هيصعب عليها انها تغدر بيكي في اي لحظه. دي تبيعك وتبيع ابوكي كمان. يا ولية اهمدي بقى وارحمي نفسك شويه. الله، البنت مصدومه في اعز اصحابها. صدقيني دايما ماشيه ورا كلام اصحابك وبس، وديتينا في 60 داهيه. خلاص يا ماما خلاص، انا غبيه ومتخلفه واستاهل الحرق. ارتحتي؟ خلاص يا حبيبتي ما تضايقيش نفسك، ما تضايقيش نفسك. يمكن يكون البواب ده كذاب فعلا وبيقول اي كلام عشان يلاقي حد يشيل معاه القضيه. تعالي بقى اغسلي وشك كده وما تفكريش في اي حاجه دلوقتي لحد ما النيابه تخلص شغلها ونروح من هنا. اهم حاجه انك طلعتي منها على خير. اي حاجه بقى يا حبيبتي بعد كده لا تهمنا ولا تلزمنا. ايوه كده، حننها يا ملين الحجر. الله عليك، الله عليك يا عبقري زمانك، يا صائد الوحوش يا سولي. ايه الشغل الجامد ده؟ عفريتة انت ولا عفريتة؟ عجبت. اوف كورس. اي خدمة. لو في عندك اي حد اتزنق في جناية، لبس في اشغال شقة، أرجوك اتصل بيا على طول، أنا available 24/7. call now. لا بس بجد
واو يا سولي، أول مرة في حياتك تعمل حاجة برا أوضة العمليات وتبهرني بيها. أنا كان لازم أخد بالي من الموهبة الإجرامية دي عشان أزودها على السي في بتاعك. مين عالم، يمكن نحتاجها في يوم من الأيام. يا شهد، يلا خلينا نلحق. طيب بقولك ايه، مش نتصل الاول ونأكد على الميعاد؟ مش هيرد. ايه؟ هو قال مش هيرد على ارقام غريبة، عادي يعني. وبعدين بقولك ايه، متخلصي بقى، احنا رايحين مكان بعيد على فكرة مش قريب، والبلد دلوقتي بتبقى زحمة. ولعلمك بقى يا شهد، الفرصة دي لو راحت منك انت مش هتعرفي ترجعيها تاني ابدا. يلا. في مني الحصل، جوجو بتقولي ان مامي سابتهم في شرم ورجعت النهارده زمانها في الطريق. حرام عليكي يا بنتي، خضتيني. طب ودي فيها ايه يعني؟ فيها كارثه يا بنتي، ده انا سايبه بلاوين سايحه في اوضتي، لو مامي رجعت وشافتها هتبقى مصيبه. بلاوي زي ايه يعني؟ يا شوشو بعدين اقول لك، هو ده وقته دلوقتي؟ انا لازم اتصرف بسرعه. المهم يا شوشو، سوري، انا مضطره بس اخد عربيتك ساعه واحده، هروح اظبط الدنيا في البيت وارجع لك على طول. اوكي مش مهم العربيه، المهم هتسيبيني هنا لوحدي. بصي احنا نروح مع بعض. نروح ازاي يا شهد؟ نروح ازاي؟ ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ انت فاكره ان الراجل دوت لو بعت لك وما لقاكيش هيرضى يقابلك تاني؟ بلس انا كده او كده ما كنتش داخله معاكي اصلا. هاتي بقى يا شوشو، مفيش وقت. يخرب بيت سنينك. وبعدين يا سعد كمل، ده انتوا ليلتكوا زرقاء النهارده. يا باشا يا باشا، بكتاب الله المجيد ما كان غرض اي شر. ده هم اللي صعبوا علي، هم اللي صعبوا علي يا باشا. اهدى يا سعد وبروق كده ووحد الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل حد ظلمنا وضحك علي. حسبي الله ونعم الوكيل. اهدى بقى، عايزين نخلص. حاضر يا باشا. ادي له كوباية المية دي يا محمود عشان يعرف يكمل. حاضر يا ريس. ربنا يخليك ليا يا باش. هما مين دول اللي صعبوا عليك يا سعد؟ انت مش قلتلي ان أمنية بس هي اللي اتفقت معاك وطلبت منك ان مش لوحدها يا باش؟ مش لوحدها؟ هما مين تاني كان معاها؟ ايه ده يا ست الكل؟ ده ربع المبلغ اللي اتفقنا عليه يا سعد، واول ما الحكايه تخلص. يا ست هويده، احنا لسه ما اتفقناش على حاجه عشان تديني ربع ولا نص؟ انتوا فاكرين الحكايه لعبه ولا فاكرينها لعبه؟ جرى ايه يا سعد؟ هو في ايه؟ تهريج بقى؟ امال احنا حددنا الميعاد النهارده واتجمعنا يعني على اساس ايه؟ اهدي شويه يا امنيه، مفيش داهيه خالص للتوتر اللي انت فيه ده. ايه يا سعد؟ هو احنا برضو مش حكينا لك على المصيبة اللي احنا فيها؟ ايوه حصل، بس انا ما نمتش بقالي ليلتين، الفكر كل دماغي. ان كان عليا اني عايز اكله بسناني، اكل اكل كده بس. ده يا اخوانا اكل اكل، وانا موت فار. لا يا حبيبي اطمن ونام، ده اوسخ واوطى من الفيران والحشرات الدنيا كلها. صدقني يا سعد، انت اول واحد مستفيد لو ارتحنا من الكلب ده من غير اللي هتديهولك امي. وبعدين يعني يا سعد، يعني بيني وبينك كده، احنا كان قدامنا مليون طريقه تانية نخلص بيها منه، والبلد يعني لا مؤاخذه مليانه بلطجيه، انت عارف بقى. والف واحد يتمنى ياخد نص الفلوس دي ويقتل 10 بني ادمين، مش واحد سكران ليل ونهار ما بيخرجش من مكتبه بالاسبوع.
بس انا بقى عشان عارفه ظروفك يا سعد والديون اللي عليك وبنتك، بنتك اللي مشكلتها عايزه فلوس قد كده، قلت الامنيه مفيش غير سعد، راجل وشهم وفلاح ودمه حامي ومش هيهون علينا نتذل ونتبهدل اكتر من كده، وهو اولى من اي حد نجيبه من الشارع. انت كلامك سليم 100%، سليم 100%، بس انا يعني قلقان قوي. العماره كلها عارفه ان رجلي دي اكتر رجل بتخش له على الفاضيه والمليانه، وفي مصالح كتير ياما بيني وبينه، يعني انا اكتر واحد هيتشك فيه. بالعكس يا عبيد. طب ايه رايك بقى اللي انت بتقوله ده اكتر حاجه تبعد الشبهه عنك؟ ازاي بقى؟ لان مستحيل حد يشك فيك، والناس كلها عارفه انت قد ايه مستفيد من وجوده في العمارة، وتقريبا كده بقيتوا زي الاصحاب. وبعدين ده انت بتاخد منه في الاسبوع اكتر من اللي بتاخده في الشهر كله من سكان العمارة. وبعدين انت نسيت انه شهد معاك في محضر السحر والشعوذه، تقوم تقتله؟ بيتك البت دي يا سعد؟ الحوجة يا باشا، تخلي الملاك شيطان وليعاذه بالله. يعني ما هو بقى ده اللي انا لسه ما فهمتوش. انت قلت لي ان امنيه كانت ماشيه مع فؤاد عوني وكانت بتروح له الاستوديو من وقت للتاني، وفجأة اكتشفت ان هو كان بيصورها في اوضاع مخله في كل مره كانت بتروح له فيها. مظبوط كده يا باشا، وكتاب الله المجيد. امال انا استحليت دمه ليه؟ لا فعلا، برافو عليك. ايه اللي دخل بقى هويده السكرتيره في القصه العجيبه دي؟ ما هي كمثل يا باشا. كمثل يعني ايه؟ الانسه هويده حضرت مره خناقه ما بين امنيه والاستاذ فؤاد في الاستوديو، وسمعتها وهي بتترجاه وتتحايل عليه يديها التصاوير والتسجيلات والبلاوي الزرقاء اللي عملها معاه. دق الكلام في راسي وقلبته على نفسه. ما اصلها كمان من خبيثه كانت مسلمه له وبتسافر معاه، استغفر الله العظيم عذاب المؤاخذه يعني. ده كمان طفش خطيبها منه. قامت الانسه هويده اتصلت بامنيه من وراه وقابلته واتحكوا مع بعض. قامت الاولانيه وقعت التانيه، عرفوا الجوز ان مصيبتهم واحده، لان اللي عملوا مع عادي عملوا مع ديكاي. وصلت يا سعد، وصلت. والاتنين اتفقوا يخلصوا منه ولجأوا لحضرتك عشان هويده عارفه اللي بينك وبينه، وعرضوا عليك الهبشه اللي هي. وكتاب الله المجيد الفلوس ما كانت غرضي، ده صنف يستاهل الحرق بجاز وسخ. انا كان غرضي اتستر على الولايه. سمعت الاسطوانه دي 10 مرات لحد دلوقتي. شاهمه قوي حضرتك. كانت فين الشهامه ديت لما كنت بتلبس واحده بريئه حبل المشنقه؟ مش بنت ناس دي كمان؟ واشرف من الاتنين اللي اجروك؟ ما قالوليش يا باشا، وكتاب الله ما قالولي كده. ده لان كلام الانسه هويده ما دخلش دماغي. قالوا لي ما تخافش، هنجيب لك اللي يستاهل يشيل الحكايه كلها ويبعد عنك. يستاهل؟ يستاهل يعني ايه؟